السلام عليكم، اهلا بكم في المحاضره الثالثه من كورس امبيدد سيستمز. المحاضره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن انترودكشن تو الامبيدد سيستمز، اتكلمنا عن الامبيدد سيستم كاز هول وابلكيشنز عليه والديفلوبمنت انفايرمنت وهكذا. محاضره النهارده هنركز على الاوبريتنج سيستم، او بمعنى اصح الاوبريتنج سيستمز فور امبيدد بلاتفورمز. هنتكلم بصوره يعني هاي ليفل جدا او صوره مبسطه جدا عن الاوبريتنج سيستم، موقعه ايه في الامبيدد بلاتفورم، والرول او فانكشناليتي اللي بيقوم بالاوبريتنج سيستم عندي في البلاتفورم بتاعي. هتلاحظوا ان محاضره النهارده هتلاقيها بسيطه، والترمينولوجي اللي بتستخدم فيها مبسطه جدا، وممكن تحسوا انها يعني انتوا اوريدي عارفين حاجات عن الاوبريتنج سيستم مور سوفيستيكيتد عن اللي هيتقال في المحاضره. الاوبجكتيف من المحاضره مش ان انا اشرح الاوبريتنج سيستم، الاوبجكتيف ان احنا بس نتفق على هاي ليفل او نكون بيز نبقى كلنا بنتكلم من وجهه نظرها. علشان كده هنلاقي ان لحد ما بحاول افويد استخدام الترمينولوجي التكنيكال قوي، مجرد شرح مبسط جدا لموضوع الاوبريتنج سيستم. ارجو تكون محاضره النهارده واضحه ومفيده، ولو في اي اسئله يا ريت تحطوها على الديسكشن فور. يبقى التايتل بتاع محاضره النهارده اوبريتنج سيستمز فور امبيدد بلاتفورم. احنا كديفلوبرز ما يهمناش من الاوبريتنج سيستم الديسكتوب بتاعنا، ده يمكن يهم اكتر اليوزرز، انما احنا يهمنا اكتر الهارد او الكور بتاع الاوبريتنج سيستم اللي هو بنسميه الكيرنل. الكيرنل بيقوم بمجموعه من الوظائف والفانكشناليتي اللي عايزين ندرسها بسرعه ونعرف ايه الرول بتاعه في الاوبريشن بتاع السيستم. قبل كده تعالوا نشوف موقع الكيرنل فين في الامبيدد سيستم. فتعالوا مع بعض نشوف ايه امبيدد سيستم. اول حاجه هنتكلم عن الهاردوير، سواء الهاردوير ده بروسيسور، ميموري، كاش، ستورج، بريفرالز، اي او ديفايسز، اي حاجه من الحاجات دي هي هاردوير. الهاردوير ده محتاج قبل ما نرن حتى الاوبريتنج سيستم عليه او نرن الكيرنل عليه، محتاج نعمله انيشاليزيشن الاول. الانيشاليزيشن ده بيتم عن طريق ايه؟ بيتم عن طريق البوت لودر. يبقى انا لما بستارت السيستم اول حاجه بترن هي البوت لودر، والبوت لودر ده بيرن اساسا حتى قبل ما الكيرنل يقوم او قبل ما الاوبريتنج سيستم يقوم. وظيفته ان هو يستارت الانيشال ستابس عشان يقوم الهاردوير صح، يكونفيجر الديفرنت ريجسترز في كل جزء من الهاردوير، ينيشالايز الميموري، او يعمل اي اذر انيشاليزيشن في السيستم. بعد البوت لودر يقوم بالعمليه الانيشاليزيشن، الخطوه الثانيه اللي بيعملها ان هو بيستارت الكيرنل. في حالتنا هنا بنتكلم عن اللينكس كيرنل. خلاص يبقى اول حاجه البوت لودر بيقوم بيقوم الدنيا، وبعدين بيستارت الايمج بتاعت الكيرنل بحيث انها تيك اوفر. بعد الخطوه دي خلاص البوت لودر ما بقالوش اي دور، لدرجه ان انت ساعات انك انت بتشيله خالص من الميموري، مش محتاجه تاني انيمور. مين اللي انشارج دلوقتي؟ انشارج اللينكس كيرنل. طب اللينكس كيرنل ده علشان يعرف يتكلم مع الهاردوير محتاج ايه؟ محتاج مجموعه من الديفايس درايفرز. ليه؟ لان الهاردوير كل بيس اوف هاردوير ليها خواص خاصه بيها ومحتاجه سبيشال تريتمنت. فطبعا الكيرنل مش المفروض انه يجيب تراك اوف كل الهاردوير كومبوننتس ديت، وبالتالي بيتعامل هو بابستراكت انترفيس مع الديفايس درايفرز، والديفايس درايفرز بتتكلم بقى مع الهاردوير، كل هاردوير بطريقته. الخطوه اللي بعد كده هو ان احنا عندنا مجموعه من الابلكيشنز واليوتيلتيز. الابلكيشنز واليوتيلتيز دول بيرنوا، في بعض الاحيان بيحتاجوا بعض الفانكشناليتي من الكيرنل او بيحتاجوا يكلموا مع الهاردوير. وده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق السي لايبرري. السي لايبرري دورها ان الابلكيشن او اليوتيليتي بتكول فانكشنز فيها في الاي بي اي بتاعها، وان ترن السي لايبرري بتيشو سيستم كولز او اللي هو الانترفيس اللي بيتكلم بيه اليوزر ابلكيشنز مع الكيرنل. في بعض الاحيان بيكون الابلكيشن بتعمل هي اتس اون سيستم كول دايركتلي من الابلكيشن او من اليوتيليتي دايركتلي للكيرنل، مش عن طريق السي لايبرري. بس دي الحالات قليله، معظم الحالات يعني حاجه بسيطه زي البرنت اف مثلا. البرنت اف از ا فانكشن بترن جوه السي لايبرري، ومن الاوتكم بتاعها انها تروح تكلم تبعت سيستم كول للكيرنل، حاجه زي رايتنج تو ا فايل، ريدنج فروم ا فايل، رايتنج تو ا سوكيت،
اي حاجه من الحاجات ديت كلها عباره عن بتحول السيستم كول للكرنل. فده الايه الاستراكشر بتاع الامبيدد سيستم وموقع الكرنل في الاستراكشر ده والرول بتاعه. طيب الخطوه الجايه عايزين نتكلم عن ايه الفانكشناليتي اللي بيقوم بيها الكرنل او الرول اللي بيقوم بيه الكرنل في السيستم بتاعي. هنجوب بسرعه ثرو الحاجات ديت. اول فانكشناليتي للكرنل هنتكلم عليها هي اليوزر مانجمنت. اليوزر مانجمنت يعني ان الكرنل بينيبل السيستم بتاعي ان يبقى فيه عليه مالتيبل يوزرز وكل يوزر بيبقى عنده هيز اون ريسورسز وفي نفس الوقت كل يوزر عنده هيز اون بريفليجز. فكل ريسورس عندي في السيستم زي مثلا فايل بيبقى ايدنتيفايد عليه مين الاونر بتاعه وبعدين ايه الاوثورايز اكسس للاونر او لغير الاونر بحيث ان الكرنل يمينتين الرايتس ديت ويميك شور ان مفيش يوزر يقدر يعمل انوثرايز اكسس على الريسورس بتاعت يوزر تاني. بيبقى عندي في السيستم سوبر يوزر او ساعات بنسميه روت يوزر او ادمن ده بيبقى ليه رايتس على كل الريسورسز بتاعت اليوزر التانيين. فده السوبر يوزر في حالتنا بيبقى ليه اكسس على كل اليوزر التانيه irrespective من الاكسس رايتس اللي متسجله في الريسورس ده. فزي ما قلنا ان الكرنل هيمنتين privileges لكل يوزر على الريسورسز بتاعته ونشوف ايه كمان اللي يقدر يعمله في الريسورسز بتاع اليوزرز التانيه. عاده بيبقى الرايتس من وجهه نظر الريسورس، يعني الريسورس بيبقى يقول انا مثلا الاونر بتاعي ليه ريد اكسس ورايت اكسس، اذر بيبل مثلا ليهم لا ريد اكسس بس او ما لهمش ريد ولا رايت اكسس. وطبعا ده بيختلف من او اس لو اس. الكرنل مش بس بيمانج الاكسس اوف ريسورسز زي الفايلز، لا كمان بيحافظ على كل يوزر، بيحافظ على الانفايرمنت بتاعته. فمجموعه من الانفايرمنت فاريبلز بتبقى في بعض الانفايرمنت فاريبل بتبقى اكروس ذا سيستم وفي بعض من الانفايرمنت فاريبلز بتبقى بير يوزر. فكل يوزر عايز هيز اون انفايرمنت فاريبل، فحسب انت بتلوجن بانهي يوزر كريدنشال ساعتها الانفايرمنت بتاعت السيستم بتبقى حسب الكونفيجريشن بتاعت اليوزر ده اللي انت عملت بيه لوجن. دي بالنسبه ايه اول حاجه اللي هي ايه اليوزر مانجمنت. الحاجه الثانيه اللي هي البروسيس مانجمنت. البروسيس مانجمنت يعني ان ازاي ان الكرنل بيقدر انه يران مالتيبل تاسكس سيمالتينيسلي على السيستم بتاعه. البروسيسور باي نيتشر بيران سنجل ستريم اوف انستراكشنز، بمعنى ان انت لو بترن من غير اوبريتنج سيستم او من غير كرنل فانت بترن وان تاسك. انما لو انت عايز ترن مالتيبل تاسكس الكرنل بيديك الاوبشن ان هو يعمل يقسم التايم الى مجموعه من التايم سلوتس وبعد كده يقسم التايم سلوتس ديت يوزعها على different processes اللي بترن in parallel بحيث ان اليوزر يبقى حاسس ان هما بيرنوا ايه in parallel. وطبعا بيعمل كده باستخدام component في الكرنل اللي هو السكيدجولر. السكيدجولر مسؤوليته ان هو يرن السكيدجولينج الجوريزم اللي هو بيبقى مسؤول عن توزيع التايم سلوتس مين انهي process تاخد التايم سلوت و لمده قد ايه، بيحدد المين اللي ياخدها والسايز بتاع التايم سلوت. وفي a lot of algorithms for scheduling. ابسط حاجه يعني انك تعمل مثلا راوند روبن بحيث انك توزع التايم سلوتس ايكوال تايم سلوتس على كل البروسيسز ان اوردر، او ممكن تدخل الكونسبت بتاع البرايورتي تعرف مين هاي برايورتي ذان ذا اذر. وفي مور سوفيستيكيتد سكيدولينج الجوريزم مش محل اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. البروسيسز مش بس بتعمل بروسيسنج طول الوقت على لما تاخد التايم سلوت بتسبند كل الوقت انها بتعمل بروسيس. في بعض الاحيان البروسيس ممكن تبلوك على اي اي او مثلا ايفنت ولا حاجه، يعني مثلا انت بتكتب لهاردوير يور ويتنج فور ذا اكنولجمنت فساعتها بتعمل بلوكينج او بتبقى في ويت ستيت، ساعتها السكيدجولر بيقدر يقوم ياخد التايم سلوت بتاعتك بالرغم انك ما خلصتهاش، بيدي تايم سلوت لبروسيس ثانيه تشتغل، ولما انت يبقى يجي لك الايفنت اللي انت مستنيه ساعتها ممكن ايه يصحيك ثاني وترجع ثاني في الران مود وتاخد اللي تكمل التايم سلوت بتاعتك. في الحاله دي بنقدر نقسم السكيدجولنج الجوريزم الى تو تايبس، يا اما بيكون بريامبتيف يا اما بيكون نون بريامبتيف. بريامبتيف يعني ايه؟ يعني انت لو بروسيس معاك التايم سلوت بتاعتك وبعدين رحت تعمل حاجه
ارتفاع، وقفت بلوكت على اي او مثلا، وبالتالي انت دلوقتي في ويت ستيت. وبعدين جت بروسيس تانية فدلوقتي هي اللي شغاله. لو انت الايفنت بتاعك حصل وطلعت من الويت ستيت وريدي تبقى في الران ستيت، لو انت هاي برايورتي الكيرنل هيعمل بريامشن، بمعنى ان هو هيوقف الرننج بروسيس اللور برايورتي وبعدين يدي الرايت للهاي برايورتي بروسيس انها تكمل التايم سلوت بتاعتها، وبعدين يبقى يرجع تاني للو برايورتي بروسيس. ده اسمه ايه؟ بريامبتيف سكيدولنج الجوريثم. الاوبشن التاني انك تبقى نون بريامبتيف، بمعنى ان ما دام انت معاك تايم سلوت يبقى من حقك تو كونتينيو رننج تو كومبليشن اوف ذا تايم سلوت، وبعد ما تخلص يبقى الكيرنل يدي الهاير برايورتي بروسيس يديها الاكسس انها دي ترن دلوقتي. يبقى الفرق ما بين البريامبتيف والنون بريامبتيف، ان في حاله النون بريامبتيف ما دام البروسيس خدت التايم سلوت بتاعتها من حقها تقعد تخلص التايم سلوت لغايه الاخر خالص. البريامبتيف سكيدولنج الجوريثم معناها انت لو انت شغال في التايم سلوت بتاعتك بس جت بروسيس كانت سليبنج وبعدين ووك اب نتيجه ان جالها الايفنت اللي كانت بلوكد عليه، لو هي هاير برايورتي ات ويل تيك اوفر البروسيسنج وتخلص التايم سلوت بتاعتها. طبعا البريامبتيف مود يبقى مور ريسبونسيف، لان كده الهاير برايورتي تاسك ما تقدرش ما تستناش لغايه ما اللو برايورتي تخلص، ولكنه بيجي معاه بعض الكونسيكونسز اللي ساعات بنقدر نهندلها في الكود بتاعنا. تمام، ده بالنسبه للبروسيس مانجمنت. نتكلم شويه برضو عن الميموري مانجمنت، ودي الحاجه الثالثه الرول الثالث للكيرنل. قبل ما نتكلم عن الميموري مانجمنت لازم نتفق على حاجه. الميموري مانجمنت الكيرنل صحيح هو بيأدي الدور، بس الكيرنل بيأدي الدور ده بيزد على سبورت من البروسيسور، يعني لازم البروسيسور يبقى بيسبورت الفيتشر وبعد كده الايه الكيرنل ممكن يستفيد من الفيتشر ده. في عندي تو فيتشرز في مجال الميموري مانجمنت. الفيتشر الاولانيه هي الميموري بروتكشن، والفيتشر الثانيه اللي هي بقى الكومبليت ميموري مانجمنت. فزي ما قلنا ان البروسيسور رانينج مالتيبل بروسيسز، وكل بروسيس هاز اتس اون بارت اوف ذا سيستم ميموري. بس انا عايز ايه؟ انا عايز اعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه هي ان انا عايز اعمل ميموري بروتكشن، وفي الحاله دي انا لازم يكون البروسيسور بتاعي بيسبورت او في ام بي يو او ميموري بروتكشن يونت. الميموري بروتكشن معناها ايه؟ معناها ان انا لو عندي اثنين بروسيسز، بروسيس 1 وبروسيس 2، كل واحد عنده his own memory region، ما ينفعش one process to go and write أو corrupt a region بتاعت process 2 أو العكس. ما ينفعش نعمل كده، إن هو الكيرنل بي make sure إن كل process ليها only access على memory region بتاعتها. دي اسمها memory protection، وزي ما قلت محتاجة إن يبقى عندك MPU في البروسيسور. في بعض البروسيسورز البسيطة أو المايكرو كنترولرز بيبقى كل اللي موجود اللي هو الايه الMPU. إنما الليفل الثاني من الميموري مانجمنت أو الليفل الأكبر من الميموري مانجمنت، وهو إن يبقى عندك البروسيسور فيه MMU. MMU بمعنى ميموري مانجمنت يونت. الفول فلاج ميموري مانجمنت ده بقى مش بس مسألة إن كل بروسيس تأكسس its own region، لا. الاوبجكتيف منها ان يبقى عندي ان كل بروسيس يبقى عندها تخيل انها owns the whole system memory، بمعنى let's say ان عندي multiple processes، بروسيس اهي دي الميموري بتاعتها ودي الميموري بتاعتها وهكذا. انا كبروسيس مش المفروض ابقى عارف هو مين بيرن معايا في السيستم وايه واخد انهي جزء من الميموري بتاعتي. فالحل ايه؟ الحل ان انا الام ام يو بتبني زي جداول مابينج او لوك اب تيبل مابينج بين حاجتين، بين الفيزيكال ميموري بتاعتي او الفيزيكال ميموري اللي هي فيزيكلي انا باكسسها، وبين حاجه اسمها الفيرتشوال ميموري اللي هي ممكن يكون ادرس سبيس مختلف تماما. فمثلا انا عندي ممكن يبقى عندي بروسيس 1 وبروسيس 2 فيزيكلي هم كل واحده فيهم ليها الريجن الخاصه بيها، انما فيرتشوالي هي عباره عن ايه؟ هما الاثنين بيدرسوا السبيس ابتداء من 0000 لغايه مش عارف اف 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 مثلا. فبيبقى عندي زي جدول مابينج البيجز او الميموري بيجز اللي موجوده في الفيزيكال ميموري اماب تو بيجز او ادرس بتاع بيجز في الفيرتشوال ميموري.
فده احنا بنسميه ميموري مانجمنت يونت، ودي فيتشر في البروسيسور الكيرنل بيقدر يستفيد منها. في بعض الكيرنلز زي لينكس مثلا ريكوايرز ام ام يو، يعني لينكس مثلا ما ينفعش يرن على بروسيسور ما فيهوش ام ام يو. لو انت عندك البروسيسور بتاعك ما فيهوش ام ام يو، يا اما ما تقدرش ترن عليه لينكس خالص، يا اما بترن باتش من اللينكس اللي بنتكلم عنها ليتر ان شاء الله. يبقى زي ما قلنا ان الميموري مانجمنت هي ايتش بروسيس ويل ثينك انها بتقول ذا هول سيستم ميموري عن طريق ان ايه، ان مجموعه من اللوك اب تيبلز اللي هي ما بين الفيزيكال ميموري والفيرتشوال ميموري. الفانكشناليتي اللي بعد كده بالنسبه للكيرنل هي الفايل سيستم ميموري. انا بيبقى عندي في السيستم بتاعي بيبقى عندي different types of hardware storage systems، ممكن يكون hard disk، ممكن يكون flash memory، ممكن يكون SD card، أي حاجة من السيستمز ديت. وكل واحد من الديفايسز ديت ليه طريقة handling مختلفة عن الآخرين، كل واحد البلوك سايز بيختلف من واحد للتاني، طريقة الكتابة أو طريقة القراية من عليهم بتختلف. بعضهم مثلا علشان زي الفلاش مثلا عشان ترايت sometimes you have to erase the whole block قبل تبتدي ترايت وحاجات زي كده. ولكن انت كيوزر ابلكيشن ما عندكش visibility للكلام ده. ليه؟ لانك protected by الفايل سيستم سبورت بتاع الكيرنل. فالفايل سيستم سبورت هو عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ان انا لو عندي مجموعه من الهاردوير ستورج ديفايسز بيبقى عندي اللي هو الفايل سيستم سبورت، بحيث ان انا كيوزر ابلكيشن لما باجي اهندل اي حاجه فيهم انا ماليش دعوه، انا بتعامل بايه كونسبتس بقى فايلز ودايركتوريز ولينكس وحاجات زي كده اهو، من غير ما يبقى ليا اكسس دايركتلي هو الفايل بتاعي ده ستورد ازاي، طب متقسم كام بلوك، طب هو فراجمنتد ولا مش فراجمنتد، والحاجات دي كلها. كل الديتيلز دي الفايل سيستم سب سيستم من الكيرنل هيبقى مسؤول عنها، وان هو يهايد ات فروم اليوزر ابلكيشن. فزي ما بنقول الكيرنل بيرفورم جوبز ريليتنج هاندلنج اوف ستورج ديفايسز، وبيخلي الابلكيشن مش فيل ذا فايل ودايركتوريز كونسبت من غير ما تشوف الايه تفاصيل بتاعه الهاردوير ديفايسز اللي تختلف من نوع ديفايس للاخر. فدي فانكشناليتي ثانيه للكيرنل. رول تاني للكيرنل هو الباور مانجمنت. والباور مانجمنت بيهمني بزياده في موضوع الامبيدد سيستمز، لان احنا زي ما قلنا قبل كده ان الامبيدد سيستم في حاجات كتيره منهم بتبقى باتري اوبريتد، ولازم تبقى انت باور افيشنت في استخدامك للسيستم، فالكيرنل بيساعدك في كده. فدايما بنقول ان الكيرنل بيهندل مجموعه من الباور ريليتد فانكشناليتيز، زي ان هو بيمانج سليب مودز للبروسيسور، ان هو بيهندل البروسيسور كلوك ريت، فالكيرنل بيمونيتور اللود البروسيسنج لود اللي على البروسيسور، واكوردنجلي ممكن يبتدي يغير من الفريكوانسي بتاعت الكلوك اللي داخله البروسيسور بحيث انه يمانج الباور كونسامشن بتاع البروسيسور. الفانكشناليتي الثانيه هي الاي او هاندلنج او الانتربت هاندلنج. زي ما انتم عارفين ان البروسيسور بيهاندل الانتربتس وليه فانكشناليتي معينه، لما يحصل هاردوير انتربت بيعمل ايه؟ بيستور مجموعه من الريجسترز في حته ويبتدي يروح ينفذ حاجات من انتربت فيكتور وهكذا. الكيرنل بيمانج الموضوع ده عن طريق ان هو اللي بيملى الانتربت فيكتورز، عن طريق ان هو بيحدد انت بتقول له الهاندلرز بتاع الديفرنت تايبس اوف انتربتس، وهو بيظبط الانتربت فيكتور على هذا الاساس. فالكيرنل بيسهل او بيمانج التعامل مع الانتربتس. فزي ما احنا عارفين الانتربتس از نوت ا فيتشر اوف ذا كيرنل، لان احنا حتى لو بنرن من غير كيرنل او من غير اوبريتنج سيستم ستيل الانتربتس موجوده، ولكن الكيرنل بيتعامل مع الانتربتس دي، لان في بعض الانتربتس بتبقى الاكشن بتروح تنفذ حاجات في الكيرنل، زي مثلا عندنا انتربت بتاعه اللي هي التكس اللي هي بتاعه الكلوك، فديت الانترب ده بيروح للكيرنل، الكيرنل بيهندله انترنالي عشان يظبط التايمر والسكيدولينج الجوريزم وكده. فعشان كده اهو الكيرنل ليه دور في التعامل مع الانتربتس. فزي ما قلنا البروسيسور بيبقى كونكتد لمجموعه من الاي او ديفايسز، والديفايسز ديت بتستخدم الانتربتس عشان تو ويك البروسيسور او تكاتش البروسيسور اتنشن او تو باس انفورميشن للبروسيسور، والكيرنل بيهندل الانتربتس ديت من هذه الديفايس. فانكشناليتي تانية هي تعامل تايمرز اند تايم ريليتد تاسكس، وديت عباره عن ان ازاي الكيرنل بيبقى عنده احساس بالتايم.
الكيرنل بيجي له الاحساس بالتايم ده عن طريق ان هو بيجي له بيريودك انتربت احنا بنسميه التايم تيك او الكلوك تيك، وده بيجي كل بيريود معينه وبتبقى كونفيجربل البيريود ديت قد ايه، يعني مثلا كل 10 مللي سكند ولا 100 مللي سكند ولا واتيفر. فديت بيزد على التيكس ديت الكيرنل بيكيب تراك اوف تايم. الديوريشن بتاعت التيك دي تبقى عاده بتبقى كونفيجربل، وتغييرها بيأثر جدا على البرفورمانس بتاع السيستم. فمثلا انت لو خليت التيك ديوريشن كبيره فده هيؤدي الى ان التايم ريزولوشن بتاعت السيستم بتاعتك بتبقى قليله، بمعنى ان السيستم بتاعك ما بيبقاش ريسبونسيف. يعني انت مثلا بتيجي تحط تايمر، ليتس سي ان انا حطيت التيك بتحصل كل 100 مللي سكند، يبقى معنى كده ان التايمرز بتاعتي لازم كلها تبقى اليونت بتاعتها 100 مللي سكند، ما ينفعش احط مثلا 20 مللي سكند تايمر. ليه؟ لان انا بحسب التايمر بيزد على ايه؟ بيزد على التيك بتاعت الكلوك. الحاجه الثانيه اللي هتفرق برضو لو التيكس كبيره هي ان السكيدولينج او توزيع التايم سلوتس اللي بيستخدمها السكيدولر الالجوريثم برضه هيبقى اليونت بتاعتي 100 مللي سكند، وبالتالي احساسك بالمالتي تاسكينج او ان توزيع التايم على الديفرنت بروسيسز بيبقى بجرانيولاريتي كورس شويه، يعني كبيره شويه. فانت نتيجه لكده بتحس ان البروسيس بتاعتك مش ريسبونسيف انف. ليه؟ لانها تيكس مالتيبل 100 مللي سكندز تو ريسبوند او تبتدي تو بروسيس الانفورميشن. طيب البديل هو ايه؟ البديل ان انا اصغر التاك ديوريشن او اخلي التاك بريدستي اعلى. في الحاله دي السيستم هيبقى فيري ريسبونسيف لان توزيع التايم بقى جرانيولاريتي بتاعته دلوقتي مثلا 10 مللي سكند بدل ما كانت 100 مللي سكند. المشكله ايه؟ المشكله ان نمبر اوف تايمز اللي بيجي لك انتربتس، وكل مره يجي لك انتربتس يو هاندل ذا انتربت او تعمل كونتكست سويتش، ده بيؤدي الى انك بتعمل بروسيسنج بير تيك. فعشان كده هو لو التيك بتاعتك مور اوفن اللي هيحصل ان جزء كبير جدا من وقت البروسيسور هيروح في هاندلنج التيكس ديت وهاندلنج الكونتكست سويتشز. فلازم انت تعمل انجينيرنج ما بين انك تخلي التيك بيريود كبيره بحيث ان ايه السيستم هيبقى فيه اوفر هيد اقل ولكن السيستم مش هيبقى ريسبونسيف، او انك تخليها صغيره قوي فالسيستم ممكن يبقى فيري ريسبونسيف ولكن في ويست اوف البروسيسنج باور رايح في الكونتكست سويتشز وهاندلنج الانتربتس بتاعت التكس. الكيرنل بيستخدم التكس ديت عشان يعمل مجموعه من الحاجات، فمثلا عشان يهندل التايمر، عشان يهندل تايم اوف داي كلوك، علشان يهندل اي او ديفير جوبز، ان هو لما انت بترن جوب وتقول له ايه اي ونت تو رن الجوب ديت بس مثلا كمان نص ساعه، فيبقى ده يبقى لازم الكيرنل عنده الفيل اوف تايم علشان يقدر يعرف امتى يستارت البروسيس اللي انت طالبها منه. فانكشناليتي ثانيه للكيرنل هي handling networking and communication. الكيرنل بيبقى فيه subsystems فيه مسؤوله عن النتوركينج او الكوميونيكيشن ان جنرال. ففي stacks فور مثلا كل الوايرد او الوايرلس networking stacks، فمثلا في TCP/IP stack، مثلا ممكن يبقى في واي فاي stack. فكل الفانكشناليتي الخاصه بالnetworking through وايرد او وايرلس كوميونيكيشن بتبقى عاده موجوده بارت من الكيرنل. وفي كمان لما احنا بنتكلم عن الكوميونيكيشن ممكن نضيف ليهم الحاجات اللي هي زي الانترفيسز او السيريال انترفيسز، حاجه مثلا زي اليو اس بي والاس دي اي او. although يو اس بي والاس دي اي او ار نوت ريلي نتوركينج او كوميونيكيشن، بس هو برضه بيبقى ساعات الكيرنل بيبروفايد سبورت ليهم، ودي some sort of communication مع الـ IO devices اللي موجودة. وطبعا ممكن يبقى في حاجات تانية حسب الايه السيستم بتاعك. خلاص يبقى احنا كده تعالى نسمرايز الكلام اللي احنا قلناه. يبقى بنقول ايه؟ نقول الكيرنل بتاع اي او اس بيهندل مجموعة من الفانكشناليتي في الامبيدد سيستم بتاعي او في السيستم ان جنرال. الفانكشناليتي دي اول حاجة اتكلمنا عن اليوزر مانجمنت، ازاي يبقى عندك مالتيبل يوزرز وكل يوزر عنده هيز اون ريسورسز، وكل ريسورس بيبقى فيه الاكسس رايتس بالنسبه للاونر او الاكسس رايت بالنسبه لاذرز. وزي اتكلمنا برضو عن ان بيبقى عندك سوبر يوزر او روت يوزر او ادمن يوزر اللي هو بيبقى ليه اكسس على كل الريسورسز بتاعه كل اليوزرز. اتكلمنا عن المالتي تاسكينج او البروسيس مانجمنت، ازاي ان السيستم بيديلك
الفيل اوف that you have multiple processes be run in parallel عن طريق استخدام scheduling algorithm be run في scheduler بتاعك. وتكلمنا عن ان ممكن يكون يا اما preemptive او non-preemptive. اتكلمنا عن memory management وازاي ان الكرنل بيدو two features بمساعدة البروسيسور والفيتشر البروسيسور. اول فيتشر هي اسمها بنسميها memory protection عن طريق ان different processes cannot access memory regions بتاع processes تانية. الحاجة التانية اللي هي الميموري مانجمنت ان جنرال او ميموري مانجمنت يونت, ودي ان مجموعة من اللوك اب تيبلز علشان يماب الفيزيكال ميموري اللي هي بتختلف من كل بروسيس للتانية الى فيرتشوال ميموري سبيس. وساعات يبقى ممكن يكونوا كلهم ليهم نفس الفيرتشوال ميموري سبيس بس they have different physical memory space. اتكلمنا عن الفايل مانجمنت او الفايل سيستم مانجمنت وازاي ان بالرغم من ان الستورج ديفايسز ار ديفرنت و هاف ديفرنت نيتشر الا ان الكيرنل بيبقى فيه سب سيستمز خاصه بالفايل سيستم مانجمنت علشان تديك في الاخر التعامل مع كل الاستورج ديفايسز دي من وجهه نظر فايلز ودايركتوريز من غير ما ندخل اليوزر ابلكيشن في التفاصيل بتاعه زي الاستورج بيحصل. كمان قلنا من الفانكشناليتي بتاعه الكيرنل هو التعامل مع الاي او ديفايسز والانتربتس اللي بتنتج عنها. وشفنا ازاي ان الانتربت ذا فيتشر ان ذا بروسيسور بس الكيرنل بيقوم بهاندلنج الانتربت ده. وفي بعض الاحيان الانتربت بيديل بروسيس معينه عامله ريجستريشن ليه او ان هو بيهاندل هو انترنالي لو كان الانتربت ده ليه رول في الانترنال اوبريشن بتاعه الكيرنل. اتكلمنا عن ازاي ان هو بيبقى مسؤول عن التايم مانجمنت والتايمرز واي حاجه ريليتد للتايم عن طريق ان هو بيمونيتور نورمال انتربت اللي هو التيك. وقلنا ازاي ان احنا نظبط الجرانيولاريتي بتاعه السيستم بتاعه الريزولوشن بتاعتي عن طريق ان انا بتحكم في التيك ديوريشن. وقلنا ازاي ان السيستم ممكن يبقى فيري ريسبونسيف بس في ويست في البروسيسنج باور بتاعته وممكن يبقى السيستم سلوجش شويه او ليس ريسبونسيف بس ساعتها بقى ايه بقلل الاوفر هيد اللي بيروح في الكونتكست سويتش. اتكلمنا عن ان الكيرنل ليه دور بيبقى في النتوركينج والكوميونيكيشن سواء كان التي سي بي اي بي ستاك او اي اذر ستاك بلوتوث ان اف سي ممكن يكون واي فاي. وقلنا برضو ان هو بيبقى مسؤول عن بيساعد يبقى فيه الستاكس بتاعه اذر انترفيسز زي السيريال انترفيسز زي الاي اي او او سباي او اي اذر سيريال انترفيس. واخيرا اتكلمنا عن ان الكيرنل ليه رول في تعامل مع الباور والباور مانجمنت. وقلنا ان هو الكيرنل وخصوصا الامبيد سيستم كيرنل لان هم بيبقوا عارفين ان دي بتشتغل على ديفايسز لازم تبقى باتري اوبريتد والباور از بيج فاكتور فيها. ازاي انها بتهندل السليب مودز ساعات بيبقى مالتيبل سليب مودز ازاي بتهندل كنترول اوف الكلوك بتاعه البروسيسور او بنسميها كلوك جيتنج حسب اللود اللي على البروسيسور. ازاي انها بتتعامل لو انت عندك مالتيبل كورز انها بتكنترول انهي كور اللي شغال وانهي اللي مش شغال. ساعات مثلا بتهندل حاجه اسمها بروسيس مايجريشن ان انا يبقى عندي مثلا مالتيبل كورز ويبقى كل كور عليه شويه بروسيسز لقيت ان اللود قليل فممكن امايجريت البروسيسز ل 1 كور واقفل او بوت ذا اذر كورز تو سليب. فكل الفانكشناليتي دي الكيرنل يقدر يهندلها. وبكده نكون غطينا الميجر فانكشناليتي للكيرنل في الامبيد سيستم او في اي كومبيوتنج سيستم. اتكلمنا في محاضره النهارده عن هاي ليفل اوفر فيو اون اوبريتنج سيستمز فور امبيدد بلاتفورم. اتكلمنا من مره ثانيه بطريقه مبسطه جدا عن موقع الامبيدد سيستم او سوري موقع الاوبريتنج سيستم في الامبيدد بلاتفورم وايه الحاجات اللي بينتراكت معاها وبعدين ايه الفانكشناليتيز اللي هو مطلوب ان هو ينفذها في الامبيدد بلاتفورم بتاعه. الاوبجكتيف هو ان احنا لما نيجي نتكلم بعد كده عن اللينكس يبقى عندنا تخيل هاي ليفل الى ايه اللي احنا متوقعينه. أرجو تكون محاضرة النهاردة واضحة ومفيدة ولو في أي أسئلة ياريت تحطوها على الديسكشن فورم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.